تمشى يا سلطان. ريس احمد صالحه بتشرف فيه سيد محسن الراعي الرسمي 19/3 اخويا سيد محسن ابو الهي وعمل الكوبايه 5/8 مكاوي راس احمد كيلو محمد الله على السلامه طنطا ونور الله علينا كل فنانينا مكاوي مكاوي محمد الله على السلامه الاستاذ فيصل الفخري اهلا وسهلا بيه اهلا وسهلا مرحبا بطنطا والحبايب اللي نورونا اهلا وسهلا بيه مع عم فيصل الهدف والصوت ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا بروندو الاول ايطاليا ريزيو الباشا اسامه الجعاره احلى ناس كان نفسهم يكونوا موجودين النهارده لكن هم موجودين في قلب فتح الوكيل يا ابو احمد اللي على التليفون ده اهو زعيم الرجوله اسامه الجعاره ابو السيد ريجو ميليا ابو السيد رجال اعمال ريجو ميليا احلى ابو السيد ونسمع محمد عامر البطل باشا مصر كل البتدون مصنع الرجاله المنوفيه بالاجماع بلد الكرم بالحياه بلون تحيه المقابله الجميله يا محمد عامر انت من بنايه والله العظيم حبيبي يا حبيبي قول يا عمنا زي ما قالوا ده كانوه يلا نسمع يا بقى سمعتنا دايما سبقانا عايشين في البتنون باخلاص وامانة طول ما احنا ربنا ويانا طول ما احنا ربنا ويانا ولا اي حاجة تيجي مننا تكناني اللي معاه ربنا يسمعنا سقفة حلوة رجالة قوي دمنا حامي عاملين لنفسينا يا وكيل أسامي كل الناس تصحصح وتركز لكلامي احنا الكبار كبير ربنا احنا الكبار يا ناس من صغرنا احنا التاريخ يا عمنا المنوفية التاريخ يا عمنا ولا اي حاجة تهمنا احنا الرجولة والادب احنا الرجولة
عايشين يا ناس بيجروا في دمنا، بنقول يكفينا شر كندالة من اللي عاملين فيك رجالة. يا شدة شدي علينا شدي بزيادة علشان تفضحي اللي قالوا وقت الزنقة رقبتنا سدادة. يا شدة شدي علينا بزيادة علشان تفضحي اللي قالوا وقت الزنقة احنا رقبتنا سدادة. الكذابين حواليا ما تعدش، دول نصهم في الزنقة ما يسدش. دي الكذابين حواليا ما تعدش، دول نصهم في الزنقة ما يسدش. يشوفوا رقمي ما بيردوش، يشوفوا رقمي ما بيردوش، كأني وجعي ما بيهزش، أصل دول كدابين كدابين. عايزين نسمع سقفة حلوة لفتح الوكيل. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خط لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خط لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. ان كان بعدك شمت اكتر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك. وان كان بعدك شمت اكتر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك. انا مش ممكن ابدا هذا عم عسل. انا بعرف 17 اعتذار فني باسم جيش مصر الفنان الاستاذ عباس الحدوده. اقرا وقول اعتذار لفيلم فتح الوكيل رناد رامي 17 عباس الحدوده من ظروف العمل. خاطر فتح الوكيل الراجل المحترم مصيبه على
فيها حاجة ما فيهاش أي حاجة، إحنا بنسقف مزاجنا حلو. الراجل الجدع اللي مزاجه حلو والمبسوط والخمسة دول بتوعنا يا حمو سوكو 2018. الراجل الجدع اللي مزاجه حلو ومبسوط يقوم يقف معانا نص دقيقة، هي نص دقيقة عشان نحز فتح الوكيل والبتالون كلها رجالة. البتالون كلها رجالة. والنبي خدني معاه، النبي خدني معاه، النبي خدني معاه، النبي خدني معاه. قول لك يا ديشة يلا ولا قوبة. شكرا لكم تحياتي. I'm gonna go.